متذكرين يا اختي على النقطه. الف مبروك يا عريس، خد دي ربنا يقويك. يا ابني يا ابني اللي انت بتديهولي ده هو فرح سليمان عيد وفرح فرعون. احنا يا ابني ايامنا ما كناش بناخد الحاجات دي. ايه ده ليه؟ احنا كنا طبيعيين بنشرب من النيل. احنا شربنا من النيل وبقينا محتاجينها اكتر. والله بقى انتوا حرين، انتوا ظروفكم جت كده معلش. طب السكن كنتوا عاملين فيه ايه؟ والنبي يا اختي المقبره اللي احنا قاعدين فيها دي ايجار جديد. يا لهوي ليه كده يا اختي؟ اقول له ناخد حاجه في منف يقول لي بعيد. طب ناخد في منفيس يقول لي بعيد بردك. ايه يا عم ده انا لو منهم اخد في طيبه. طب ما تاخد في طيبه ما تتكسفش. انا اصلا واقف اساسا. ارجوك يعني يا جدو احنا في ما بيننا مشاكل وملاذه ومش عايزين يعني نقفش لبعض على حاجات صغيره. ما انت ملاذه بقى ماسكها لي. هيا اختي كملي كملي. والنبي يا اختي انا حبيتك من اول ما شفتك. ربنا يخليك يا رب. المهم انتوا نورتوا يا اولاد وشرفتونا.